شكرا السيد نائب على طرح هذا السؤال. في البدايه بغيت نذكر ان بلادنا المغرب تتوفر على 25 مطار منها 19 مطار دولي. بغيت نخبركم ايضا ان المكتب الوطني للمطارات تتوفر على استراتيجيه للفتره ما بين 2021 و2025 تتهدف الى الرفع من الطاقه الاستيعابيه للمطارات من اجل ملائمتها مع تطور الرواج، وايضا تهدف الى تحسين جوده الخدمات المقدمه للمسافرين وملائمتها مع تطلعاتهم. فيما يخص جودة الخدمات، تجدر الإشارة إلى أن المكتب يعتمد جوج ديال البرامج من أجل التقييم ديالها. واحد البرنامج الأول سميتو جودة الخدمات المطارية ولا ايربورت سيرفيس كواليتي تحت إشراف المجلس الدولي للمطارات، وتتم إنجاز استطلاعات دورية كل 3 أشهر لمعرفة آراء المسافرين وتقييم مستوى رضاهم عن الجودة. من جهة أخرى كاين برنامج سكاي تراكس، وهو مرجعية خاصة بالمنظمة الدولية تتقيم جودة المطارات مقارنة مع مستوى جودة مرجعي. تيتم الافتحاص ديال هذه الجودة من طرف مفتحصين مختصين على الصعيد الدولي. تتحصل المطارات المغربية على نتائج مشرفة تنطمحوا تحسين ديالها. بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق منهجية لين سي سيغما للتدبير من أجل تحقيق أهداف الجودة والإنتاجية والنجاعة بمطار محمد الخامس الدولي فيما يخص منظومات استقبال المسافرين الدوليين عند الوصول، ثم غادي يتم تعميمها على باقي المنظومات ثم توسيعها الى المطارات الدولية الاخرى. شكرا.